يعطيك العافية. ايه سمر، جبتي لي الشحاطة اللي وصيتك عليها؟ ما لقيتي لون تفاحي؟ طيب شو اللون اللي جبتي؟ زهر؟ منيح ماشي الحال. ايه وقديش بدك تحسبيه علي؟ ولحبيبتك هيفاء؟ ماشي الحال الله يكرمك. ايه طبعا لازم قيسه. هلا بس انزل على الديوان بقيسه. ايه وبتفرج شو جايبه شغلات جديدة كمان. ماشي سمر الله معك. صباح خير هيفاء. صباح النور استاذ. شلونك اليوم؟ الحمد لله تمام. شوف كثير ما هين؟ اي والله. ايه مروان شو في عندك قلت لي؟ استاذ عندي علب قشطه، قشطه التاج، الله وكيلك مثل الفستو، بعدين ثلاث ارباعها حليب سباع من اللي بيرجعوا الشباب استاذ. ليش كل هالقد شايفني مهرهر؟ لا العفو منك استاذ، انت شيخ الشباب. اصبح خلاص، حساب حسابي بعشر علب. تكرم عينك استاذ، بكره الصبح بيكونوا عندك. الله يعطيك العافيه. بقديش العلبه؟ لا استاذ خلي علينا هالمره، ما بدي الا سلامتك. لا لا ما بصير، شو ترك علينا؟ اذا ما بتاخذ حقهم ما باخذهم. استاذ يعني مو مستاهل الشغله، مو محرزه. خلص مروان، ما حلك تعرف طبعي، يعني في بالعادي اخذ شيء منك بدون ما ادفع لك حقه. طيب استاذ مثل ما بدك. انا عم بيع العلبه ب 30 ليره، بس الكم 25. يا سيدي كتر خيرك، شرفها. وهي 250 ليرة. بدي أعوضين استاذ. عليك إن شاء الله بكتر. عفوا استاذ، أعطيتني 500 زيادة. عفوا. أمين أنا استاذ، تلميذك. عن إذنكم استاذ. أهلا وسهلا، علي مروان، الله معك. إبراهيم، يا إبراهيم. عمر خانو. افتح لي هذا الباب. ايه روعه، قولي لي عجبك شيء؟ ايه عجبتني هالشحاطه، قد ايه بدك تحسبي لي اياها؟ يعني مشانك 250 ليرة. ايه لا هيك كتير. قال كتير قال، الله يصالحي، هاي من المحلات ما بتاخديها بأقل من 450 ليرة. طيب اوكي، قيمي لي اياها على جنب. هاي القلابية فيني قيسها؟ ايه طبعا فيك تقيسيها، بس بدك تنتظري هيفاء لتطلع من غرفة القياس. ها انتي هون، كيفك روعة؟ اهلين هيفاء، شو اخذتي؟ لساتني عم نقي. حلوة الشحاطة، كيف شايفتي لي اياها روعة؟ حلوة، لابقت لك كثير. لابقت لي إلي؟ قولي لابقة لرجلي، مو لابقت لك. إيه ستي، شلون قياس الشحاطة؟ لا مزبوطة قياسها تماما، قياس رجلي. إيه سمر، خلينا على الحساب معلش؟ إيه تكرم عينك. طيب يلا باي باي. باي. وهلا صار فيني قياس القلابية؟ طبعا، تفضل. إيه. لك لا لا، طول بالك علي شوي. لا عفوا استاذ، شغلتي بسيطة الله يخليك. لحظة لحظة يا أخي لحظة، مو لك. تفضل. لك لا يا حبيبي، السيارة نظيفة كتير تقلها بترقص. بعدين مثل ما قلت لك خالية العلام من برا ومن جوا ومزنرة بالصاج على الدائر. لك ايش هو قلبي؟ معقول غشك وأعطيك سيارة قلبي؟ لا لا. شلون؟ ايه موديل 76. حبيبي انت جيب الزبون وبصير الحكي على البازار. ايه طبعا. لك يا اخي ما انا مبتع على الحكي، يعني انا وسيط بين صاحب السياره وبينك. بعدين شو بده يطلع لي يا دوب يسد الرمل؟ مع انالك موديل 76 شبنا. ايه بسيطه. لك اخي اذا ما بدك تشتري اشتري من صاحب الكرت بالذات. ايه على راسي وهو كذلك. وينك؟ إذا صار معك شي خبرني. إيه طيب، الله معك. أستاذ عفوا يعني تكسرت إجري وأنا واقف. معلش يا حبيبي،
هلا مانا فاضين، الشغل فوق بعضه. اذا بتريد ارجع بكره ومن عيوني بخلص لك شغلتك، بس ادعيلي شغلتي تمشي. ان شاء الله تمشي شغلتك يا استاذ. يعني على قولة نجوى كرم، نقطع السطر حبيتك. اخ شو حبيتك. الله يجبر عنكم. ايه ستي عجبوني هدول، لفي لي اياهم وباخر دوام بمرق باخذهم. ايه تكرمي. يلا باي. باي. طولي بالك يا رندا، طولي بالك. ليش معصبة؟ ما خربت الدنيا. ايه شو انت اول وحده ما بتشتغل معها السياره؟ لا بس بجوز تكون كابلات البطاريه ملحه او عين من عيونها مضروبه. ايه طبعا. طب انت فحصتي البطاريه شيء؟ شفتي شلون ما فحصتي البطاريه؟ ايه طبعا هالامور هي ممكن تحدث. ايه هذا غلطك، كان لازم تفحصيها قبل ما تركبي السياره وتفحصي ميتها. لا بس بركي كانت المي منشفة أو ناقصة. إلك إيه؟ طب خلص خلص رندا، ولا يهمك حبيبتي، أنا رح أدبرها بمعرفتي. أصلاً وقفتها السيارة قدام البيت والله صايرة بلا طعمة. إيه والله هي وقلتها. ماشي الحال بنحكي بعدين. إيه طبعاً. إيه طبعاً طبعاً. ولا يهمك حبيبتي، روقنا. ماشي الحال. الله معك، مع السلامة. صباح الخير يا شباب. صباح الخير. سأل عني مدير شيء؟ لا سيدي، انت ما حدا سائل عنك. ايه استاذ معن، من اولها شو في عندك اليوم؟ شو في عندي؟ عندي شغلات بتطير العقل. عندي مجموعه بارفانات وديودورانات وشامبويات مع بسمات، كلها شغلات ما نزلت على السوق لسه. شيء حلو. والاسعار شلون؟ الاسعار مثل العاده، يعني بسعر الجمله. قوموا معي تفرجوا بالمكتب، ولما بيعجبكم شيء سيدي ما راح نختلف على السعر. قوموا شرف. هاي مطره مشان مي، مشان الاولاد، مشان رياضه، تخلي المي بارده يعني. انا بدي شامبو مع بلسم. ايه تكرم عيني، هاي شامبو مع بلسم. لك لا هذا على دراعي، انا اخذته من المره الماضيه ما بدي. على شو بدك يا لك؟ بدي على بطيخ. اصفر ولا اخضر؟ لا اخضر. يا ستي من حسن حظك موجود، وهي شامبو على بطيخ اخضر وللشعر الجاف، شو رايك فيه؟ ايه هذا ما هو شيء، قديش حقه؟ خلاص هلا اذا عجبك خديه، ما راح نختلف على السعر. ماشي. ايه بس الحساب باخر الشهر. يا ستي باخر الشهر، باخر الشهر، يعني انا وياكي موظفين بنفس الدائره، وشي بوشك، بقى وين بدك تهربي مني؟ قولتك، يلا يسلموا الايدين. الله معك. شو شباب عجبكم شيء؟ بصراحه يا معن انا بدي انيني بارفان لمرتي، عيد ميلادها الاسبوع الجاي، وبدي اخذ لها هديه محرزه. بدك اياها غاليه شيء؟ لا شو غاليه انت الثانيه، عم اقول لك لمرتي. طيب. شوف لي هي تمشي معها؟ قبل ما اشوفها قديش حقها؟ اخي هي لك 500 ليرة. لا حبيبي انا مالي هون بنوك، شو 500 ليرة؟ إيه انا بحياتي ما دفعت 500 ليرة حق انين بارفان. لك اخي اسمع مني، اسمع مني، هذا النوع عليه عرض خاص، يعني عم بيوزعوا مع كل انينة بارفان كيسين معمول، بقى شو بدك احسن من هيك؟ يا حبيبي وصلت والله، قال معمول قال. لك روحي انا طلبت منك انينة بارفان تكون ريحتها زخمة وسعرها معقول، وصلى الله وبارك. فهمت عليك، اخي رح راعيك فيها. يعني بقديش؟ حاجتك 150. ايه خلص يا رجل صارت ارخص من الفجل. هات له شو؟ سيب. معان؟ بس ما تكون ريحتها مشايخيه. ها؟ لك شو مشايخيه؟ شمها. اخي اتفقنا، هيك تمام والمبلغ مقدور عليه، يعني ريحتها ما بها شيء، صحيح هي بتصطم المناخير وبيجي الواحد ليعطس، بس ماشي الحال، حلوه. شم لها شو؟ لا حلوه، بس ريحتها كلاسيكيه شوي. لك اخي كلاسيكيه ولا مدير ما مهم، المهم انينة بارفان. بس وينك معي؟ وعد جيب سيري قدام مرتي انه حق 150 ليره، واذا صدق سالتها قول 600. تكرم عينك مو مشكله. اصبح وينك؟ اعطيني كيسين معمول قبل ما انسى، ودخيل عينك لف لي اياهم هيك لفه هدير. لفه هدير؟ لا مالك سهل بنوب. شرف شرف. تفضل استاذ. لك شو صار معك بهالجبنات اللي نسيناك عليهم؟ يا استاذ قلت لك ماني نسيانك، الله وكيلك حاسب حسابك، بكره بالكثير بيكونوا عندك. بس بدك تدير بالك ها، صاير اسعارك سياحيه وعم تغلي. لا لا الله يسامحك، انا مغلي الاسعار قسما بالله يا استاذ، اذا بتفتل الدنيا كلها ما بتلاقي بجوده الجبنه هي. بعدين على الدواء.
خدها ودوقها، إذا ما عجبتك رجع. لك من هالناحية أنا مطمن بالي، والشهادة لله ضاعتك ظريفة وما حدا بيقدر يحكي عليها. مروان أنا بدي قريشي، فيك تأمن لي شوي؟ تكرم عينك ولو يا أنسة، لا بس ممكن أعرف قديش الكمية بالضبط اللي بدك إياها؟ يعني شكلية. تأمري أمر أنت، على كل بكرة الصبح بيكونوا عندك. ماشي. لك صحيح نسيت شو بدي أقول لك، مر على الديوان شوف أستاذ عادل يمكن يوصيك على شنجليش ومعكرونة. طيب، رايح لعنده فورا. هلا أنت بتشتغل سمسار سيارات مو هيك؟ أنا بخدمتك أستاذ، يعني بيع، أجار، استئجار، تصليح، أي شيء بيتعلق بالسيارات أنا خدام. عظيم جدا. سيارتي الخاصة بتعرفها أنت مو هيك؟ طبعا بعرفها، وإذا بدك تبيعها أنا بحملها. شلون يعني بتحملها؟ يعني بشتريها منك أستاذ، وبعدين أنا ببيعها لما بيجيها ركيب. أيوه، فهمت عليك. وأنت طبعا بتربح فيها مو هيك؟ شيء بسيط أستاذ، من الجمل إدنه، بدنا ندبر راسنا، لو ضلينا على الراتب منموت. بس بيني وبينك سوق السيارات كل يوم شكل، يعني نحن وحظنا. وإذا مالك مضطر على البيع ممكن أعرض لك إياها بالمكتب، ووقت يجي نصيبة من أردفها. والله يا عادل بصراحة أنا محتار، لأنه إذا بعتها بخاف ينصرف حقها ضغري. طيب شو رأيك أستاذ نأجرها؟ ليش بتتأجر؟ طبعا بتتأجر، في شي ما بيتأجر. طيب قديش ممكن تتأجر بالشهر؟ يعني بحدود 8,000 ليرة. 8,000؟ قليل أستاذ مو هيك؟ لا شو قليل، ممتاز كتير. ايدي بزنارك، لا إلي شي زبون أحسن ما لمركوني قدام البيت هي وقلتها. تكرم عينك ولا يهمك، خلص اترك الموضوع علي. السلام عليكم. تفضل. تحياتي أستاذ. أهلا أستاذ عاصم، تفضل. خير أستاذ عاصم، شو هو الموضوع المهم اللي بدك تحاكيني فيه؟ الحقيقة يا أستاذنا عم تجينا تقارير كثيرة من مؤسسة ميزو للتطوير الصناعي، وهالتقارير هي للأسف سيئة جدا. وعن شو عم تحكي هالتقارير؟ المواطنين والمراجعين عم يقولوا إنه في نوع من الاستهتار عند الموظفين وبطء بإنجاز المعاملات. معظمهم عم يمارس أعمال خاصة أثناء أوقات الدوام الرسمي. كيف يعني أعمال خاصة؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس هيك عم تقول التقارير. هلأ بتروح فوراً بجولة تفتيشية على ميزو للتطوير الصناعي، وبتشوف لي الوضع ميدانياً وبترد لي خبر. بس حاول تكون جولتك سرية حتى تشوف كل شيء على الواقع بدون ما حدا يشعر بزيارتك. مفهوم؟ حاضر أستاذ، خلال يومين بالكثير بيكون التقرير الكامل عن مؤسسة ميزو على مكتبك. يعطيك العافية. بالإذن. الله معك. عاجبني هذا أكتر كمان. هذا حلو، بس يا ترى بيجي قياسي؟ فوتي قيسي جوا. لا شوفي سمر، أنا رح أقيسه بالمكتب، وإذا عجبني باخده منك. طيب ماشي. بدك شي؟ لا سلامتك. باي باي. الله معك. أخي سيارة نظيفة وشعرها طريبة، أسمع مني هذا هو طلباتك. أخي ما اختلفنا، بس موديل السيارة قديم كتير. ما رح تعمل لي قديم وما قديم، حوشة صغيرة وبترجع وكالة. ما بعرف، خليني نفكر شوي. شيدي فكر على مهلك، شو هالعقيد. موري اخ. عفوا، في عندي هذا الطلب بدي اسجله اذا بتريد. ايه على راسي. شريف. خلاص هلا؟ ايه خلاص. شكرا. اهلين. يا ابو علي. مرحبا، حدا لازم حفاظات يا جماعة؟ شو القياس اللي عندك؟ من 7 ل 18 كيلو. هات نشوف. يلا. شو أخذتي مني قلتي لي؟ علبتين معجون أسنان وعلبة فكرة. وعلبة فكرة منك ما؟ ايه.
كما معي فاطمه. مرحبا عندي مرحبا سلطان ال بالكار تاخذ خمس سنتين. لا لا اعطيني الفاطمه بدي ارجع لها. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. لازمك شي متي يا ابو الشباب. شو عم تقول؟ متي؟ متي اورتينا اصليه بشغل الارجنتين، في عليهم عرض على كل باكيت متي مصاصه ببلاش، والمصاصه معها كفاله لمده سنه. لا شكرا. مو لازمني متي. شو بيصير معي بقول لك. نعم طبعا. مع السلامة سيف. مع السلامة. ايه حبيبتي بدي سكربينة مثل يلي اخذتها روعة بالضبط. تذكرتيها؟ ايه. لا مو قولي لبنت خالتي. لون ابيض اذا في. القياس 40. لا عن جد عم بحكي. لا هي رجلة كبيرة يا خزي العين. هلا تذكرتي موديل ولا ذكرك فيه؟ لا مو السابو. هذا يلي عليه ورده من قدام. ايوه بس وينك يكون الكعب 7 مو 9؟ لحظه شوي. عفوا استاذ عرفان موجود؟ تفضل. هيك راسا فوت لعنده بدون ما تخبريه؟ الاستاذ عرفان بابه مفتوح لكل الناس، شرف. ايه حبيبتي وبالنسبه للشحاطات بدي شحاطه على الرئيسيه. لك مو الي لسوسن. ولا يهمك مهما كانت غاليه ما بتفرق. شو استاذ هي حلوه العقل؟ لك اقل منها يعني؟ فضلك على العقل استاذ. يا على عيني وراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو معنا سمعونا الفاتحه على نية التوفيق. إذا سمحت يا أخ جيت والله جابك. تفضل تفضل. نعم ممكن تشهد معنا بالله؟ ما في مانع بس على شو؟ شرف ارتاح. يا سيدي أنا أجرت سيارتي للأخ 4 شهور كل شهر ب8000 ليرة وقبضت منه أجرة أول شهر وأخذ ضمان 25000 ليرة. بقى لو تكرم تشهد لنا هون وتوقع لنا منكم ممنونين. ما في مانع ولو. سهلين. شرف لسه مضيات وهي هويتي واسمي مشان تتاكد. شرف لا ولو يخلي لي. تسلم لي. عفوا اسمك مو غريب علي ابدا. قلت لي ما راي عليك اسمي ما هيك استاذ؟ عفوا يا ترى ملتقي فيك قبل هلا انا؟ شو ما عرفتني استاذ عرفان؟ لا والله صدقني ما عرفتك. انا المفتش عاصم روح الخل من الهيئة العامة للتفتيش. أهلين وسهلين أستاذ روح الخل. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا ومرحبتين. أهلا وسهلا. شرف ارتاح يا سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا. شرفت. يا أهلا وسهلا. أهلين مولانا. الحقيقة يا أستاذ عرفان أنا عملت جولة تفتيشية عندك بالمؤسسة. بصراحة الوضع اللي شفته غريب كتير. يعني شوية تانية بتتحول مؤسستك لمركز تجاري أو لسوبر ماركت. وأنا للأسف راح أكتب بتقريري كل شيء شفته بدون زيادة أو نقصان. عفوا أستاذ سؤال. حضرتك خلال جولتك شفت شيء موظف عم يسرق أو عم يرتشي لا سمح الله؟ لا أبدا. أصبح أستاذ اكتب اللي بدك إياه لأنه نحن كمان بدنا نعيش.
تاكل قشطه